أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. حالات اختناق بعد قصف لقوات النظام السوري في إدلب واتهام للنظام بقصفها بغازات سامة. منظمات دولية تحذر من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم. عاصفة ثلجية غير مسبوقة تضرب موسكو. إغلاق المدارس اليوم الاثنين في طهران بسبب التلوث. أسعار النفط تتراجع بسبب ارتفاع الدولار. باحثون يحذرون من أن الشخير يضاعف خطر الإصابة بأمراض تتلف الدماغ. خبراء في الصحة يقولون إن خطر مناشف المطبخ كبير جداً على الإنسان كونها بؤرة لتجمع أنواع خطيرة من البكتيريا. مطار دبي يحافظ على صدارته كأول مطار في العالم من حيث إجمالي أعداد المسافرين الدوليين.